بسم الله الرحمن الرحيم. نحن الآن على نهر الحسيتي، أحد مغذيات هول الحويزة، اللي تتضمن العمل رفع الترسبات الطينية من نهر الحسيتي بالإضافة إلى الأعشاب النباتات والأعشاب المائية على النهر. الغاية والهدف هو لتصريف كميات المياه باتجاه هول الحويزة وأرواح تغذية القرى المجاورة لنهر الحسيتي من المياه الصالح وأرواح الحيوانات اللي صارت للتعاني قبل أيام من شحة بالمياه، واستخدمنا في نفس الوقت باستخدام حوضيات لغرض أرواء الحيوانات واستخدامات منزل. الآن حاليا الحمد لله والشكر بعد ما أجرى عملية التطهيرات بدأ الماء يوصل إلى نهاية المغذي. المشروع كلفته 80 مليون ضمن مشاريع الصغرى. الجهة المنفذة دار كري الأنهر، بدأنا المشروع يوم 13/8 وحسها ماشيين، نسبة المشروع تقريبا ما يقارب 30%. وشكرا المهندس سلام سعدون جاسم، مدير إدارة مشاريع الأهوار والأراضي الطائفية.